مام. هدى يا مام. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا. دقيقة واحدة. حسن. متأسفة. ماما ماما ماما. كمال وأم وشيفة هانم هنا. مش معقول. جم لحد هنا؟ أيوة. سيبي في إيدك وتعالي قبليهم. أيوة بس مش معقول قبلهم يا ماما. مش هتلحقي تغيري بقى. أيوة بس يا هدى. لازم يواجهوا يا طنط. دول جايين لك مخصوص. يلا بقى يلا 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 ماما. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا كمال. ادهم تشرفنا يا كمال بيه. انا اللي تشرفت. عند اذنكم اتفضل. اتفضل. تعالي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يا دي الكسوف. ولا كسوف ولا حاجه. الحكايه بقت في بيتها. الف مبروك يا هدى. متشكره يا سعاد. عقبال فرحك انت وسالم ان شاء الله يا رب. أنا مكسوفة قوي. ولا كسوف ولا حاجة. ممكن أدخل؟ عن إذنكم. مبروك يا هدى. ألف مبروك. مامتك وافقت على خطوبتنا. الله يبارك فيك. هو والدك موافق؟ هو دلوقتي في أوروبا ومش هيجي قبل 4-5 أشهر. يبقى كان لازم نستنى لما يجي. شوف يا هدى، كل جيل يا حبيبتي وله اراءه وافكاره. والدي من جيل غير جيلنا، ومش ممكن نضحي بحبنا عشان افكار قديمه احنا نفسنا مش مقتنعين بيها. ايوه بس مش لازم اكون انا السبب في انكم تزعلوا من بعض. ومين قال لك ان ده هيحصل؟ احنا هنتجوز من غير هو ما يعرف. وده ممكن يا كمال؟ ممكن جدا، لانه من حسن الحظ ان هو مشغول بحياته الخاصه وبيقضي معظم شهور السنه في اوروبا. المهم انك انت توافقي. هنتجوز ونقضي شهر العسل في لبنان. ها ايه رايك كمال؟ انت حبيبي